السلام عليكم. حرفيا نقدر نقول بلغ السيل الزباء في هذا البرنامج، ويمكن خلاص يعني طفح، يعني خلاص طفح، بدأ يعني يسيل على كل المستويات وعلى كل السيل، هادر سيل جارف صراحة. يعني لما خلاص ظهرتي بقميص نومك، خلاص خرجتي يا فلانة، انت العائلة، واحدة من عائلة العائلة اللي كلهم يطلعون بثوث، يعني يبثون مع بعض ويسوون تحديات مع بعض، الأب الشايب هذا وبناته اللي كل واحد عايش حياة يعني الله المستعان، يعني أضيع من الثاني. خلاص خرجت لنا بقميص نوم، خلاص قميص نوم، خرجت بقميص نوم وتبث وعادي، والثانية مشغلة الأغاني طول الوقت الله لا يبلانا، ونفس الشيء بملابس منزل، يعني الواحد ما يبغى أحد يشوفه، ما يبغى يجيه ضيف مفاجئ. أحيانا إحنا والله العظيم ما نبغى يجينا ضيف مفاجئ عشان ما يشوفنا، أو نضطر إن نفتح له الباب بملابس البيت، يعني ملابس البيت البيجامة العادية، أو يعني شيء نلبسه في البيت عادي، فما بالك بقميص النوم اللي داخل غرفة النوم المفروض انه ما حد يطلع عليه، يعني نهائيا شيء خاص يعني جدا انت تبثين فيه وقاعدة فيه قدام الله وخلقه، وانت الثانية يعني رمي، يعني بدأتي بالبرقع وقلنا يلا، ورميتي ولبستي نقاب قلنا يلا، ورميتي وخليتي الحجاب وقلنا يلا، وبعدين رميتي الحجاب وظهرتي، وبعدين لبستي الكمام القصيرة، وبعدين لبستي العلاقي، وبعدين خلاص خلاص انسلختي من كل شيء. ترى هذا ما هو فراغ عاطفي، ولا هو بأسباب يعني نفسية، ولا والله العلي العظيم إنه فراغ ديني، فراغ ديني. يعني لحد يقول لي فراغ نفسي ولا فراغ عاطفي ولا مادي ولا احتياجات، ولا هذا فراغ ديني، يعني فارغين من دينهم، ما عندهم دين، ما عندهم وازع ديني. لو عندها وازع ديني كان والله العظيم فضلت إنها تجلس مجهولة في الأرض، مجهولة في الأرض ومعروفة في السماء بدينها بأخلاقها، فضلت إنها تقعد فقيرة خلاص تعيش عيشة كفاف على إنها تكسب الفلوس من هذا الطريق القذرة. والمشكلة أولادهم الآن معاهم، يعني واحدة جالسة في بث بلابسة قميص نوم وجالسة تسولف مع المتابعين، ولدها يدخل مباين من صوت الولد إنه في سن، يعني في سن 16 سن 17، يعني خلاص يعني من كثر ما شاف أمه بهذا المنظر وخالاته، لأن العائلة كلها ما شاء الله في هذا المجال، أكيد الولد يا إنه دمر نفسيا وخلاص يعني مغلوب على أمره وضعيف شخصية، يا إنه خلاص فقد الغيرة بسبب، يعني فعلا بعض الأمهات يدمرون الغيرة عند أبنائهم، يعني يطلع الولد خلاص ما عنده غيرة. بيش؟ عشان نشأ على هذا الشيء، نشأ في بيئة الأم نفسها منفلتة، وأخواته والأخوات والخالات، فكيف الولد يطلع عنده غيرة إلا من رحم الله. أتمنى والله العظيم توضع حد لهذه البثوث وتوضع رقابة، وأتمنى من كل الناس اللي يشاهدون إنهم إذا شافوا زي كذا انحلال أخلاقي وديني إنه ما يجلس كذا متفرج، ترى والله العظيم تنحسب عليك، بدل ما ينحسب عليك ذنب خلي ينحسب عليك أجر وثواب، وبلغ، ادخل من عند مكان التبليغ وبلغ على البث، سو بلاغ على البث، اكتب أي، ما تلام في ذلك، يعني بالعكس أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، وهذا أضعف شيء ممكن تسويه. إذا ما تقدر تأمر بالمعروف يعني بيدك ولا بلسانك ولا بشيء، يعني على الأقل بهذه الحركة بلغ عن هذه البثوث القذرة اللي ما من وراها إلا خراب ودمار ونشر فساد وقضاء على الغيرة وتخريب. سلامتكم.